صباح الهنا والجمال عليكم، صباح التفاؤل وصباح السعاده وصباح الابتسامه وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من البلدي وكان معنونا على شبكه قنوات بي ان سي وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. زي ما متعودين لسه مكملين حلويات المولد، كل سنه وانتم طيبين ومولد سعيد عليكم ان شاء الله. مولد النبي ده حاجه يعني اليوم بتاعه كده بيبقى فيه بركه، فيه كده تحسوا ان فيه حاجه ريحه غريبه كده في الجو، بيبقى فيه كده تجميعه حلوه، في لسان بيردد على طول الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فتحسوا بقى إن إيه يعني في بركة في الحاجة، في روح حلوة كويسة كده محدش هيحسها إلا لسانه كل شوية بيقول بيصلي على النبي ويذكر الله، بتدي كده سلام، بتدي حاجة حلوة جوه البني آدم كده. فخلوا دايما لسانكم يذكر ربنا، وخلوا دايما لسانكم يذكر الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، صدقوني بتفرق كتير. ابداوا يومكم سواء ماشيين في مواصلات، رايحين في مكان، رايحين بتروحوا من بيتكم للشغل، في مسافه بتمشوها، طول ما انتم ماشيين صلوا على النبي واستغفروا. صلوا على النبي واستغفروا، صدقوني والله العظيم اليوم بيفرق خالص. بتحسوا ان في حاجه كويسه، اليوم تلاقوه بيعدي كده بالساهل كده، ما بيبقاش مخنوقين من حاجه او ما بيحصلش حاجه وحشه فيه. صدقوني جربوا كده ان انتوا اول ما تصحوا من النوم وانتوا فرحين الشغل تصلوا على النبي في قلبكم كده، وتصلوا على النبي طول ما انتوا ماشيين عليه افضل الصلاه والسلام، وتذكروا ربنا وتستغفروا، وشوفوا هيفرق معاكم ازاي. انتوا نفسكم من جواكم هيبقى عندكم كده يعني هتبان على الوش، صدقوني بتبان على الوش، حته ان الواحد بيبقى من جوه فيه عنده سلام داخلي كده او قلبه نظيف او قلبه صافي بيبان على وشه على طول، وبيبقى مريح بالنسبه للي قدامه، فجربوها ان شاء الله مش هتندموا يعني. طيب النهارده زي ما احنا متعودين بنعمل حاجه من حلويات المولد وحاجه حادقه عشان يبقى في حاجه في المطبخ شغاله ولادنا ياكلوا منها، وفي نفس الوقت نعمل صنف من حلويات المولد. طيب هنعمل ايه النهارده باذن الله؟ حاجه محببه لينا صغار وكبار. هنعمل اللذيذة سواء اللي هي الحمراء او اللذيذة اللي هي البيضة. اللذيذة الحمراء يا بنستخدم لها علشان اللون بتاعها يبقى اللي هو اللون البني ده، بنحمر الاول الجوز الهند من غير اي مواد دهنيه خالص، بديله زي تحميره كده اهوت علشان لونه يغمق، وببدا بعد كده احط له في العسل بتاعه او في العقد بتاعه يا اما لون غروب الشمس يا اما بكرمل له معلقتين من السكر واقلبه فيهم قبل ما احطه في العيد. عندك ده ماشي، عندك ده ماشي. واللذيذه البيضاء هي نفس طريقه اللذيذه الحمراء بس بنشيل اللون منها. هنبدا هتنزل مقاديرنا، بس قبل ما تنزل مقاديرنا عايزه افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 9710، ومن اي موبايل على 1710، في انتظار مكالماتكم اللي دايما بتسعدنا وتسندنا ان شاء الله. طيب هنبدا بايه؟ هنبدا باللذيذه الحمراء. وقبل ما نبدا في اي حاجه انا هحط طاسه كده على النار او حله زي ما انت عايزه، وهحط فيها ايه؟ هحط فيها نص نص كوبايه من السكر، وهروح حاطه معاها ربع كوبايه من الميه، نص كوبايه سكر عليها ربع كوبايه من الميه كده، وما جيش جنبهم ولا احط معلقه سيليكون ولا معلقه خشب ولا معلقه المونيا ولا اي حاجه، بالشكل ده كده اهو بس. ومجرد ما يبدا ان هو يغلي معانا هروح نازله بتلت كوبايه من العسل الكلوكوز. ما عنديش عسل كلوكوز يا نونا، عشان في بلاد عربيه كتير كلمتني وقالت لي يا نونا مش متوفر عندنا عسل كلوكوز، نغيره بايه؟ ممكن تحطي عسل نحل. عندكيش عسل نحل؟ ممكن تكوني عامله سيرب تقيل من اللي هو بتاع الكنافه، اللي هو بيبقى مقداره كوبايتين سكر وكوبايه ميه، ده بيبقى سيرب تقيل، ممكن ان انت تاخدي منه تلت كوبايه للعسل بتاعنا او العيد بتاع اللذيذه. اكتر من كده مش عايزه، عايزه محتاجه طبعا زيت الفرد ولون غروب الشمس، وطبعا الزبيب لو مش عايزاه ما فيهاش مشكله، عايزه تحطيه ماشي، مش عايزه تحطيه ماشي. مقدار الزبيب ايه انا مش محدده علشان حسب اللي موجود عندك، حسب اللي موجود عندك. طيب بصوا كده، بصوا كده بدا عندي السكر والميه ان هو يغلي معايا. بصوا ما نحطش فيه معلقه عشان ما يسكرش، لو حطينا فيه معلقه هيسكر معانا. مجرد ما ان هو يبدا يغلي كده هبدا ان انا اروح حطاله العسل الكلوكوز. بسم الله. طيب يا نونا العسل الكلوكوز بيبقى قافش معانا وما بنعرفش ان احنا نفضيه ونعمل ايه، ممكن نعمل كده. السخونيه اللي طالعه من العسل نفسها او من الميه اللي بسكر اللي بتغلي هي اللي هتسيح لي العسل الكلوكوز شويه. طيب مش عايزه تعملي كده، علشان ايديكي مثلا ممكن بوله فيها ميه سخنه وتروحي منزلاه فيها شويه وهتقلبيه هتلاقيه ان هو فك معاكي بكل سهوله. بالشكل ده كده. بصوا انا بعمل ايه؟
ما حطيتش معلقه، انا يا دوب بدوب السكر مع الميه اللي اتحطت، اكتر من كده مش عايز اهو. بصوا هو بيغلي كده، بصوا لما حطيت البوله شويه على البخار اللي طالع من السخونيه بدا ان هو يسيل معايا او يفك العسل الجلوكوز بالشكل ده كده، بدا ينزل معايا بكل سهوله. ادوب ادوب كده واسيبه يدوب خالص مع الميه والسكر، ومجرد ما يبدا يغلي ويدي فقاعات كده على الوش، وهوريها لكم دلوقتي، مش هختبر العسل بتاع او العقد بتاع اللذيذه زي ما اختبرناه في الحمصيه والفوليه، مش هختبره، يعني مش هاخد مثلا منه معلقه واحطها في ميه متلجه وابدا ان انا اشوف هتكور ولا مش هتكور. ليه؟ علشان انا عايزه العقد بتاع اللذيذه يكون اخف من العقد بتاع الفوليه والحمصيه، علشان انا مش انا العقد التاني اتقل، فعايزاه يمسك في الحمصيه والفوليه ويبقى ناشف، لكن هنا انا عايزاها طريه يبقى فيها مطه تتاكل معايا بسهوله، مش هاجي اكلها الاقيها زي الحجر، علشان كده ده مش هنخليه لما يعمل العقد او يعمل العود، ان احنا اختبرناه في الميه الساقعه. مجرد ما يغلي هيبدا يدي الفقاقيع على الوش دي كده زي كده اهي. بصوا هعمل ايه دلوقتي، مجرد ما بدا يعمل كده معلقه سيليكون، بصوا معايا انا بقلب من جوه من جوه، ما جيتش جنب الاطراف علشان ما يسكرش ويخرز معايا اهو، من جوه علشان اتاكد ان العسل الجلوكوز داب مع السكر ومع الميه وكله تمام. قلبت من جوه، لكن ما جبتش بقى من الحروف وقلبت من بره والكلام ده كله، لا بالشكل ده كده. شايفين عامل ازاي؟ هيبدا ان هو يدي الفقاقيع اهي، بس انا حاسه ان النار بعيده شويه عن بعضها، فهلفها كده عشان كله يغلي مع بعض. نصبح على مين يا رغده؟ ونصبح على منى ونقول لها صباح الهنا. الو الو، صباح الجمال على عيونك، عامله ايه؟ صباح الخير يا شيف نون، عامله ايه؟ صباح الفل، عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، يا رب تكوني بخير دايما. انا بخير يا حبيبتي طول ما انت بخير، تسلمي لي. شيف نون ليا طلب عندي حضرتك. اموريني اموريني. قلتي في مكونين لتفتيح البشره. الفيديو موجود على صفحتي، بس انا للاسف ما عنديش نت، يا ريت لو حضرتك تقولهم لي. حاضر حاضر، عينيا الاثنين، عينيا الاثنين، حاضر. بصوا كده نورتيني يا مدام منى، بصوا مجرد ما عمل كده وغلي اهو، رحت حاطه له اللي هو لون غروب الشمس، يا تحطي لون غروب الشمس وتحطي الجوز الهند ابيض زي ما هو كده، تحطيه ابيض زي ما هو كده، يا اما تعملي حاجه تانية. عندي طاسه على النار، انا هرفع ده كده، هو فاضل له دقيقه كمان على النار، بس الدقيقه ديت مش هعملها له دلوقتي الا لما احمر الجوز الهند، لان انا بصراحه بحبه ان هو يكون غامق، ما يبقاش ان هو واخد لونه بس. انا لو قلبته مع العقد بتاعه مع اللون غروب الشمس اللي انا حطيته، هتاخد لون وكل حاجه، بس لا انا عايزاها ان هي تبقى متحمره كمان. بصوا بالشكل ده كده، بصوا العقد، بصوا عامل ازاي، مش خفيف، بصوا شايفين ما شاء الله اهو ما شاء الله عليه. طيب هنا عندي جوز الهند حطيته في طاسه سخنه من غير اي مواد دهنيه، ما بحطش اي حاجه. بصوا هيبدا اهو، بصوا لونه بقى ده يصفر، ما انساهوش واروح اشتغل في اي حاجه تانيه، ما انساهوش وانشغل في اي حاجه. ليه؟ عشان ممكن يتلسع مني بكل سهوله. اهو بدا اهو ياخد اللون الاصفر، واروح منزلاه على العسل مع الزبيب واقلبه وابدا اشكل وهو سخن. طيب النهارده انا هشكل اللذيذه الحمراء بتاعتنا دي، مش هحطها في صينيه مدهونه زيت او حاجه وبعد كده هقطعها، لا انا هشكلها على طول التشكيل اللي احنا هناكل منه على طول. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي قوالب كده اهي بالشكل ده، انا عايزه حجم اللذيذه يكون الحجم ده كده، الواحده على قد الاكل، فهدهنهم زيت علشان اروح حاطه فيهم على طول، هشكل بايدي على طول واحط فيهم. واخترت ليه ده؟ علشان ان هو يكون ابيض واللذيذه بتاعتي تكون حمراء، فعشان تبقوا شايفين الشكل عامل ازاي. طيب عايزه تحطيها في صينيه والصينيه تكون مدهونه زيت، وتبداي ان انت تسيبيها يا دوب تحدديها زي ما بنعمل الفوليه والحمصيه، وبعد كده تسيبيها تبرد شويه وبعد كده تقطعيها زي ما انت عايزه، لكن انا هشكل بصراحه بايدي بسرعه، واهم حاجه تكون السرعه علشان ما تنشفش معانا. بصوا التحميره بتاعت جوز الهند اهي بدا ان هو يلسوع اهو معايا،
على حسب بقى انت عايزه اللديده اللي هي البني ممكن تغمقيه شويه، عايزاها ان هي دوب بس كده تكون اطرافها هي اللي متلسوعه علشان تعملي منها اللديده الحمراء. طبعا البوتاجاز بتاعنا نظيف وحاجتنا نظيفه، فما فيهاش اي مشكله ان انا اخد كده الحاجه واحطها مكانها تاني. بسم الله بالشكل ده كده هتطلع معانا في منتهى الجمال. زي ما قلت لكم العقد انا عايزاها بس بقى هعملها كده، العقد بتاع اللذيذه ما بيكونش زي عقد الفوليه والحمصيه، لا بيكون اطرى شويه او اخف شويه. بسم الله، ادي الزبيب وادي الجوز الهند، وابدا ان انا اقلب. هو يستاهل بصراحه. بصوا بصوا اللون ما شاء الله عليه. نقلب نقلب كويس علشان كله ياخد من اللون اللي احنا عاملينه. بصوا بصوا اللون بالشكل ده كده ما شاء الله، الله اكبر. طيب هو احنا ينفع ما نجيبش اللي هو الجوز الهند الضافر ده ونجيب الناعم؟ اه طبعا ينفع، بس في فرق عن ناعم عن ناعم. في جوز هند رزه اللي هو الصغير خالص اللي احنا بنحطه على الرز بلبن وعلى المهلبيه من فوق، وفي جوز الهند اللي هو المبشور شويه اللي هو الاكبر سنه. احنا نجيب الاكبر سنه، يبقى يعني ولا هو ضافر كبير قوي كده ولا هو الرز الصغير. بص انا كده لميت كل العسل او كل العقد مع جوز الهند وكله شرب من بعضه مع الزبيب والكلام ده كله. ابدا اعمل ايه؟ هشيل من على النار واروح جايبه كده بسرعه بسرعه. اهم حاجه نشتغل بسرعه، ما يكونش حد من ولادك جنبيكي علشان الحاجه بتبقى سخنه، واحنا عايزين نشتغل بسرعه قوي. هروح جايبه كده ازازه من الزيت، بوله، واشتغل بسرعه جدا. بصوا كده هدهن القوالب اهي، كل واحده دهنه كده على طول، هي كده تعتبر اصلا عشان صيني فمش هتلزق فيها، بس احتياطي اهي انا دهنتها كويس اهي بالشكل ده. وهبدا اعمل كده، بصوا ادهن ايدي نفسها زيت واعمل كده. بسم الله هتطلع لي بنفس الحجم وبنفس التقطيعه دي. خلوا بالكم عشان سخنه قوي سخنه قوي. بسم الله كده اهي بتاخد نفس الشكل بتاع القالب علشان لما تنشف او لما تبرد تطلع لي نفس القالب اللي انا عايزاه الحته اللي هي دي. دي بتسهل عليا ان انا ما اقطعش بالسكينه، دي بتسهل عليا مرحلتين، ان انا اول واحده ابدا ان انا احدد وارجع بعد كده استنى لما تبرد وابدا بعد كده اقطع. لا ده كده بالنسبه لي اسهل ان انا اعمل كده واركن على جنب اهو. نصبح على مين يا رغده؟ ونصبح على هاجر ونقول لها صباح الفل يا هاجر. ليش نونا صباح الهنا، عامله ايه؟ عامله ايه؟ انا بخير يا حبيبتي طول ما انت بخير، تسلمي لي. الحمد لله انت كويسه؟ انا بخير يا حبيبتي والله طول ما انت بخير، الله يعزك يا رب، تسلمي لي. قولي لي طب انا ليا طلب ممكن تعمله لي؟ اه طبعا اموريني، 10 طلبات مش طلب واحد. استاذنك بس ممكن تعملي لي انا طلب؟ ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون؟ اوكي ماشي تمام. هي فصلت ولا ايه؟ قفلت بدل ما تطي. عايزه مقادير البسيسه عينيا الاثنين؟ حاضر عينيا الاثنين. بصوا كده بنشكل، خلوا بالكم ان الحاجه سخنه، ايديا مدهونه زيت، القوالب اللي انا بعمل فيها مدهونه زيت. بسم الله دي كده وفرت عليا حتة ان انا افرد بالمردانة على الرخامة بتاعت المطبخ او على بلانشة وارجع بعد كده احدد بسكينة وارجع بعد كده اقطع. لا انا كده بالنسبة لي اسهل، هسيبها تبرد وبعد كده هروح مطلعاها من القالب ده. بقى عندي اللديدة اللي هي البرتقاني الاورنج بتاعتنا ديت. بسم الله حاجه في منتهى الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنشوف لما تبرد الطراوه بتاعتها هتتقطم معانا ويبقى ليها عرق وشده كده حلو قوي، ما تبقاش ناشفه.
اللذيذة ما ينفعش ان هي يتعمل لها نفس العقد بتاع الفوليه والحمصيه، علشان هي مش علف ان هو يبقى ماسك معانا ويقرش، لا لازم ان هي تبقى طريه وتشد معانا كده. بسم الله، وزعنا الكميه كلها، بسيبها بقى لما تبرد. المفروض اللذيذه ما ينفعش ان هي تتساب عريانه، حتى لما خلاص بردت وهتشيليها في العلب بتجمعي بقى حلاوه المولد اللي انت عاملاها لاولادك، ما ينفعش تسيبيها عريان. طيب بنعمل ايه؟ يا اما بنجيب الاسترتش اللي هو بتاعنا الاسترتش الغذائي ده وبنقطعه حتت صغيره على قد اللذيذه اللي احنا عاملينها ونلفها بيه، وتتفتح وقت الاكل على طول، يعني كل واحد ياخد الوحده بتاعته او القطعه بتاعته وساعه الاكل بس هو ايه اللي يفتحها. لو اتسابت الهواء ونشفت بتقطم بقرشه، ما بتبقاش بتبقى قاسيه قوي على السنان، ما بتبقاش اللذيذه اللي احنا حابين ان احنا ناكلها. طيب ايه البديل للكيس الاسترتش دوت؟ عند مستلزمات اللي هم اللي بيبيعوا الاكياس التلاجه والاطباق الفوم والاطباق الفيل، بيبيعوا اكياس رفنعه خالص كده، حاجه رفيع. بص الكيس بيبقى قد ايدي كده رفيع وبطول كف ايدي كده ورفنع، ورخيص قوي رخيص قوي، يعني انت لو جبت ربع كيلو هتغلفي الحاجه بتاعت حلاوه المولد كلها. بتروحي حطها في الكيس ولفاه ورصاهم في طبق او في علبه كده مقفوله علشان ولادك ياكلوا منها، هتبقى متغلفه هتبقى نظيفه، يكفي ان انت اللي عاملاها في ايدك بايدك في البيت بحاجات نظيفه وحاجات مضمونه، هتديكي نفس الطعم اللي احنا بنجيبه من بره، ويمكن كمان انت عشان خدمها اكتر هتطلع معاكي في منتهى الجمال. كده عملنا اللذيذه الحمراء او اللذيذه الاورنج في منتهى الجمال. عندنا نوعين لذيذه كمان، انتوا معايا ولا ايه؟ في حاجه واقعه هنا انا شفتها في الكادر خالص. بالشكل ده كده في المفروض ان انا كنت محضره لذيذه بيضه، لا هحضر لكم كمان اللذيذه البني. يبقى احنا عملنا الثلاث الوان اللذيذه اللي بيتباعوا في حلاوه مولد النبي. طيب نكلم مين قبل ما نطلع ونصبح على مدام سلا ونقول لها صباح الهنا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بألف صحه وسعاده، ويعيد عليك الايام كلها بخير يا رب. تسلمي لي. ايه الجمال ده؟ حبيبتي حبيبتي، ده عيونك هي اللي جميله، ما تحرمش منك يا رب. اموريني ليك اي طلبات؟ كلكم ناس محترمه والله. حبيبتي الله يسعد قلبك يا رب، ده من كرم ربنا علينا والله العظيم انه بيرزقنا بناس ذوق زي حضرتك. كان نفسي اسمع صوت حضرتك واعيد عليك. حبيبتي الله يسعد قلبك يا رب ويعيد عليكي كل الايام بخير وصحه وسعاده. نورتيني يا مدام سلوى، نورتيني يا حبيبتي، نورتيني. عملنا اللذيذه اللي هي البرتقاني، هنرجع من الفاصل هيبقى عندنا نوعين لذيذه كمان، البيضه والبني. انا بحب بصراحه البني اكتر، بحس ان هي اللسوعه اللي فيها دي بتبقى مديه طعامه اكتر، فهنرجع نعمل الاثنين مع بعض. على ما ترجعوا لي هحط عقد السكر وهحمص الجوز الهند اللي هيبقى بني، هحط عقد السكر نفس العقد بتاع اللذيذه البيضه اللي هو نص كوبايه سكر عليه ربع كوبايه ميه وثلث كوبايه عسل جلوكوز، هنحطهم مع بعض وبعد كده نسيبهم مجرد ما يدوا رغاوي هبدا ان انا اشيلهم من على النار واقلب فيهم الجوز الهند. هعمل ايه دلوقتي؟ همسك الطاسه بتاعتنا كده اهي قبل ما اطلع الفاصل، نمسحها كويس مطرح الجوز الهند الاولاني علشان لو حطيناها ده على ده اللي في الاول دوت هيتلسع معانا ويتحرق يبقى شكله مش حلو. هحطها اهي على النار كده وحمر فيها جوز الهند ده علشان يبقى معايا بني. على ما ترجعوا لي نعمل نوعين لذيذه كمان ونشوف النوع الحادق اللي هنعمله النهارده هيكون عباره عن ايه. شويه صغيرين راجعين او اطرافوا في اي حته مستنيكم. ورجعنا من الفاصل، زي ما حضراتكم شايفين كده انا حطيت الجوز الهند علشان اخلي لونه بني علشان اعمل اللذيذه اللي هي البني.
بالشكل ده، شايفين حضراتكم عامل ازاي؟ ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش اسيبه على النار واروح اعمل اي حاجه بيتلسع في ساعتها، لازم ايدينا تكون ماشيه فيه كده علشان ناخد النتيجه اللي احنا عايزينها. بسم الله. عايزه تعمليها اللي هي جوز الهند اهو، بصوا كده ده جوز الهند الرزه اللي هو اللي احنا بنحطه على الرز بلبن وبنحطه على المهلبيه، ده هعمل منه اللذيذه البيضه دلوقتي. بصوا مع اني شلته من على النار بس طبعا عشان الطاسه سخنه فبدا ان هو برده يمشي في التحمير معي. الناحيه الثانيه قلت لكم هعمل ايه، حطيت نص كوبايه سكر وعليها ربع كوبايه الميه وسبتهم بالشكل ده كده اهو، وما حطيتش معاهم معلقه ولا مديت معلقه ولا دوبت سكر ولا حاجه، عايزه ادوب السكر كويس يا دوب هزيت الطاسه او هزيت الحله اللي انا بشتغل بيها. بسم الله. بصوا نفضل نقلب كده. ام حسن اللي كلمتني امبارح اللي انا قلت لك خدي رقمها، هي دي خدتي رقمها؟ طيب تمام. الو، صباح الخير يا شيف دول. صباح الفل على حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، ازي حضرتك؟ انا بخير يا حبيبتي الحمد لله، تسلمي. ايه الجمال اللي حضرتك عاملاه؟ حبيبتي الله يسعد قلبك يا رب، ما تحرمش منك ابدا. ايه حضرتك؟ تسلمي لي، الله يسعد قلبك يا رب، الله يبارك لك يا حبيبتي. انا كلمت حضرتك اه والله، انا لسه سائله والله، انا لا مش محدش يهتم والله، حقك عليا انا لسه بقول لرغده، بقول لها ام حسن اللي كلمتنا امبارح انت خدتي رقمها؟ قالت لي اه. عينيا الاثنين انا والله، حقك عليا انا. صاحب البيت عامل لي طرد والله. لا يا حبيبتي حقك عليا انا والله، انا اللي ما اتصلتش بيكي، حقك عليا. عينيا الاثنين حاضر. انا عليا 1000 جنيه واحد بس. عينيا الاثنين، عينيا الاثنين حاضر، عينيا الاثنين، عينيا الاثنين يا حبيبتي، ربنا يصلح الحال يا رب. بصوا كده حطيت العسل الجلوكوز، ومجرد ما يبدا يغلي ويبدي الرغاوي على الوش هبدا ان انا اروح ساقطه فيه الزبيب وجوز الهند اللي هو البن. بص لما جيت اعمل العسل رحت شايله الجوز الهند من على النار علشان ما ايه ما يتلساش معايا ويديني لون غامق او حاجه محروقه ما بقاش راضي عنها. بصوا بدا ان هو اهو يدي الرغاوي البيض، والناحيه الثانيه ادي جوز الهند اللي احنا محمرينه سخن على سخن، مش قادره اقول لكم بقى هيبقى عامل ازاي. طيب ده كده انا هشكله ايه اللي انا عاملاه ده، هشكله ايه؟ عندي اسطمبه او قطاعه اللي هي المدوره للسلس بتاعتنا دي، استلس بلاستيك عندك، ايا كان القطاعه عاملاها ايه، عندك غطا بطرمان. بصوا بصوا ابسط الامور ايه، غطا بطرمان يكون عالي كده، هتروحي دهناه زيت ومشكله بيه. بقى عندك اللذيذه مربعه وعندك اللذيذه مدوره، زي ما انت عايزه القطاعه اللي تعجبك شكلي بيها. بسم الله كده اهو. انا عايزه ده يبقى اغمق من كده شويه، ايوه، ونشتغل بالراحه خالص، ويفضل ان ما يكونش معانا اطفال في المطبخ علشان لا قدر الله لا قدر الله صدقوني لسعه العسل من اللي هو اللي على النار دي ربنا يكفيكوا الشر. طيب كده خلاص اشيل ده مع ده واجي كده. بسم الله، زبيب وادي جوز الهند. مين يا رب؟ صباح الفل يا صلاه. صباح الفل يا شيف. صباح الهنا والجمال عليكي يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله بحب حضرتك قوي والله. حبيبتي الله يسعد قلبك يا رب، والله احسن شيف في الدنيا كلها. الله يبارك لك، الله يبارك لك، ما تحرمش منك ابدا، تسلمي لي. ربنا يخليكي لينا. الله يبارك لك، اموريني ليكي اي طلبات؟ لا والله انا متصله بالصباح لحضرتك. حبيبتي صباح الهنا والسعاده عليكي يا رب، ما تحرمش منك، يومك كله خير وبركه يا حبيبتي، نورتيني. بصوا كده بعمل ايه، قلبت كله مع بعضه وخدت كل كميه العسل اللي موجوده علشان جوز الهند والزبيب يتشربها بالشكل ده. عايزه تغمقي جوز الهند عن كده ويبقى كله لون بني ماشي زي ما انت عايزه، عايزاه يبقى كده زي ما انت عايزه برضه. هبدا اعمل ايه بسرعه 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 علشان والحاجه سخنه ما ينفعش ان هي نسيبها تبرد وبعد كده نشكل، ادام هنشكل في اسطمبات او هنشكل في اشكال معينه لازم نشتغل واحنا بنشتغل بسرعه كده. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب كده علشان ارص عليها على طول. ادي الاسطمبه وادي الزيت، دهنت الاسطمبه كويس قوي من جوه علشان لما اشكل فيها اللذيذه تطلع بكل سهوله، واروح احطها على الطبق واجي اعمل كده. بسم الله، اروح جايبه اللذيذه اهي، وخلوا بالكم سخنه قوي، سخنه سخنه سخنه. بسم الله،
واعمل كده. نصبح على سعاد ونقول لها صباح الفل يا سعاد. حاولي تكلميني مره تانية. بصوا احنا بنشكل هنلاقي مثلا حته فاضيه حته عامله اهي نمله، ونخلي بالنا انها سخنه سخنه، خلوا بالكم قوي بالشكل ده كده. بسم الله اهي ادهن الاسطمبه واجي الناحيه الثانيه، ايديا مدهونه بالزيت واجي الناحيه دي. شكل الاسطمبه اللي انت عايزاه زي ما قلت لك، عندك مدور عندك مربع عندك غطا بطرمان، ادهني زيت واشتغلي، وخلي بالك قوي علشان الحاجه سخنه، تدهني ايدك زيت وتدهني الاسطمبه زيت علشان تطلع معاكي مظبوطه. خلصنا دي كمان، نرفع كده اهي تاني ندهن زيت، كل ده واحنا شغالين بسرعه. بسم الله ايدينا مدهونه زيت، ونبدا ان احنا لا مش هعرف اشتغل بيه زي ده، مش هعرف يعني مش هحس بملمس البتاع نفسها. بصوا كده نضغط كده علشان تمسك في بعضها، والعسل والعقد اللي هو العود بتاعنا يخلي الحته كلها واحد اهي. بسم الله بالشكل ده كده ندهن، لو في حاجه لزقت كده اهو اهي نشيلها عشان ما تضايقناش واحنا بنعمل التانيه اهي كده. بسم الله نصبح على ام كريم نقول لها صباح الفل يا ام كريم. صباح القشطه، صباح الهنا، صباح الجميل، صباح الهنا عليك يا حبيبتي. انا صباح على الشيف نونا الجميل. الله يسعد قلبك يا رب، ما تحرمش مني. ربنا يخليك لينا وما نحرمش منك ابدا يا ست الكل. الله يسعد قلبك يا ست الناس، والله تسلمي لي حبيبتي ما تحرمش مني. انا فرحانه قوي وببقى مبسوطه جدا، وترفعي بمعنويات اما بشوفك قدامي. حبيبتي ربنا يسعد قلبك يا رب ويريح بالك دايما. انا بشوفك قدامي يا حبيبتي، منوره الدنيا كلها. يسعد قلبك ويريح بالك دايما العالم كله. حبيبتي ما تحرمش مني يا رب، الله يكبر خاطرك. منوره الدنيا كلها، تسلم ايدك ويسلم بقك وتسلم، ويبعد عنك العين ويبعد عنك الحاسدين الحاقدين يا رب. اللهم امين احنا وانت وجميع ما خلق. وما نحرمش منك ابدا، ودايما منوره القناه كده على طول. حبيبتي الله يسعد قلبك ويكبر خاطرك يا رب. وحشاني 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 انت اكتر والله العظيم. ربنا يخليكي لينا وما نحرمش منك ابدا. ولا منك يا حبيبتي تسلمي. وربنا يعليكي ويعليكي ويعليكي كمان وكمان يا رب. اللهم امين، يسمع من بقك ربنا. حبيبتي ما تحرمش منك يا رب، الله يسعد قلبك، نورتيني يا حبيبتي باتصالك. بصوا كده بندهن ايدينا زيت علشان نشتغل بسهوله، وندهن الاسطمبه زيت علشان تطلع معانا بسهوله، لما تنشف كل ده هيتحرك معانا بسهوله جدا. ونصبح على استاذ اسماعيل ونقول له صباح الفل. الو ازاي حضرتك؟ ازيك يا فندم، ازيك عامل ايه؟ انا عايز اعرف طريقه اللانشون في البيت. الاقتصادي اللي فصل. طب قال لك الاقتصادي ولا اللي بالفراخ؟ طب عينيا الاثنين، حاضر ننزل لحضرتك الاقتصادي واللي بالفراخ، واللي يعجب حضرتك خد المقادير بتاعته. عينينا الاثنين، نورتني حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. بصوا كده خلاص مش هنسيب دول اكيد، هروح ماسكه دول كده. بصوا بصوا الطراوه بتاعت العقد، العقد ده لو مش مظبوط. بصوا بصوا بصي يا حمدي، شايف المطه دي؟ المطه دي المفروض اللي هي تبقى موجوده في اللي احنا بنعمله عشان العقد بتاعنا يطلع مظبوط، ولما تنشف ما تحجرش، لما تنشف ما تحجرش، نيجي ناكلها نلاقيها طريه. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده اهو، اسهل من كده مفيش، وهتطلع معانا طعمه وفي منتهى الجمال، وهتطلع طريه وتلاقوها بتاخد وتدي معاكوا كده في الاكل، ولا بقكوا يوجعكوا ولا تبقى قاسيه على اسنانكوا ولا اي حاجه بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هتنشف وهتتشال بكل سهوله. تمام، نسيبها تبرد علشان نعرف نشيلها. بسم الله، يبقى كده عملنا البني وعملنا الاورنج، ناقص ايه؟ ناقص البيضه. طيب تعالى نطلع فاصل يا حمدي، وهنرجع من الفاصل هتلاقوني حاطه ايه على النار، حاطه العقد، بس انا دلوقتي هعمل نص الكميه، يعني دوت ربع كيلو، ده ربع كيلو، لا دوت تمن، ده تمن جوز هند ابيض، هوريكم برضو
طيب ده كده نص مقدار الجوز الهند، يبقى هنصص المقدار. انا كنت بحط نص كوبايه سكر وربع كوبايه ميه، يبقى انا هحط ربع كوبايه سكر وثلاث معالق ميه على الوش كده، هحرك لي السكر ومعلقه واحده عسل جلوكوز، وهيتعملوا نفس النظام، واروح مقلبيهم مع العسل مع الجوز الهند بتاعنا ده، ومعاها معلقه او معلقتين زبيب، وهنشوف هنشكلهم ازاي عشان يدينا شكل مختلف. كل ده بعد الفصل، ونرجع كمان نعمل الصنف الحادق بتاعنا النهارده، صنف سهل وبسيط جدا وكلنا بنحبه، هنشوفه ايه هو بعد الفصل. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم. ورجعنا من الفاصل، عملنا نقلت اللذيذه بتاعتنا اللي هي البني من الطبق المدور. تسلم ايدك يا حمدي، هو اللي نقلها بصراحه، نقلناها في طبق تاني بالشكل ده كده، وهنسيبها لما تنشف، وبعد كده نشوف القطعيه بتاعتها عامله ازاي. ودي ما شاء الله عليها اهي، ما شاء الله زي الفل، بيبردوا وبعد كده بنحطهم في كيس استرتش بنغلفها بيه، او كيس الثلاجه اللي قلت لكم اللي هو، او الاكياس اللي هي الصغننه اللي عند المستلزمات اللي هي الاكياس ومستلزمات الاطباق. بصوا دي انا حطيت ايه، انا قلت الكميه الجوز الهندي دي نص كميه الجوز الهندي الاصليه اللي احنا عاملينها ربع كيلو، ده 8 كيلو. رحنا منصصين المقادير، يعني بدل نص كوبايه سكر وربع كوبايه ميه، لا عملت ربع كوبايه سكر وثلاث معالق ميه على الوش كده، وبعد كده رحت حاطه معلقه واحده من عسل الجلوكوز. بصوا بدات ان هي تدي رغاوي اهي، نبص كده العقد بتاعها اهو، تمام. عايزاه يكون طري، ما بيوصلش زي العقد بتاع الفوليه والحمصيه. الزبيب يا شباب لو سمحتوا بالشكل ده كده اهو، ماشيه معايا تمام وزي الفل. اروح نازله على طول. طب الزبيب قدامه كتير كده، لازم اشيلها كده اهي، وادي الزبيب وادي جوز الهند، وابدا ان انا اقلب على طول بالعسل كده عشان كله يلم مع بعضه. طبعا الجوز الهندي ده المفروض ان اللي بيتعمل ده بيه مش الرزه، اللذيذه ما بتتعملش بالرزه، بتتعمل بالاكبر شويه، تحس ان هو جوز هند مبشور اللي هو بين الاتنين، بين الرزه وبين الضافر. بصوا بصوا لما بجمع، بصوا بصوا بتعمل ازاي. طيب انا عايزه اعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايزه اشكل زي ما انت عايزه بقى، عايزه اشكلها مربعه مدوره مكوره صوابع زي ما انت عايز. طيب هعمل ايه؟ ادي الحاجه اللي انا هحط عليها او هقطع عليها او هحط عليها لحد ما تنشف، دهنه زيت بسيطه علشان لما اجي اشيلها واغلفها تبقى بتطلع معايا بسهوله، ما تبداش ان هي تلزق معايا. اهي نبدا ايدينا دهنة زيت علشان ما نتلسعش قوي، ونشكل بسرعة، نشكل بسرعة. بصوا ما شاء الله بتلم ازاي على طول علشان العقد بتاعنا مظبوط. هشكل دي كده اهي، ممكن نشكل هنا اهي، نساوي كده من هنا ومن هنا اهي. تاني معانا مين يا رغدة؟ ونصبح على منى، نقول لها صباح الفل يا منى. صباح الخير يا سنونة. صباح الهنا والجمال عليكي يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله انا بحبك جدا جدا حبيبتي. حبيبتي الله يسعد قلبك، ما تحرمش منك يا رب، تسلمي لي. عايزة وصفة الكيكة بالمهلبية. الكيك بالمهلبية؟ اه عينيا الاتنين، حاضر نعمل لك الكيك بالمهلبية. ليك أي طلبات تانية؟ لا شكرا. نورتيني يا حبيبتي باتصالك. بصوا قلت لكم التشكيل دوت زي ما انتوا عايزين. طيب عندي اهي اسطمبة صغننة مدوره برضو، ندهن زيت نحط كده بالشكل ده، ونساوي علشان تطلع معانا مظبوطه كده اهي. بصوا ما شاء الله عليه،
تاني على حسب بقى السمك اللي انتم عايزينه. طيب حمدي، ممكن على ما نشكل بس دول تنزل لنا مقادير العجينه بتاعت الصنف اللي هنعمله. احنا هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل بيتزا خليه النحل. يعني ايه بيتزا خليه النحل؟ هنشوف دلوقتي. مقادير عجينه سهله جدا وبسيطه، الحروف خليه نحل لكن في الوش في الوسط شكل البيتزا. مقاديرنا بتقول ايه في العجينه يا حمدي؟ 4 كوبايات من الدقيق، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ربع كوبايه من السكر، معلقه كبيره من الخميره، نص كوبايه من الحليب، تلت كوبايه من الزيت، بيضايه، معلقتين كبار من الزبادي، معلقه صغيره من الملح، وميه دافيه للعجن. دي المقادير بتاعتنا، سهله جدا وبسيطه وهتطلع معانا في منتهى الجمال. طبعا بنكون عاملين نسخه من العجينه علشان تكون متخمره، لان انا مش هقعدكم جنبي تستنوا العجينه لما تخمر. فهشكل دلوقتي العجينه واحطها في الفرن واوريكم هنشكلها ازاي، ولما نرجع من الفصل تاني اروح احطلكم العجينه ونشوف هنعملها ازاي. طيب الحشوه، ادام في حشوه وهنعمل بيتزا او هنعمل فطاير او هنعمل حاجه بنحشيها، ايا كان الحشوه اللي عندك، بس احنا النهارده ربنا كرمنا بايه؟ عندنا بسطرمه، وعندنا زيتون مخلي، وعندنا فلفل الوان مكعبات، وميكس جبن. دي الحاجه اللي موجوده وربنا كرمنا بيها. عايزه بقى تحطي لحمه مفرومه، عايزه تحطي فراخ، عايزه تحطي بضايه وتقلبيها مع ملح وفلفل اسود وتقلبي فيها البسطرمه وتقلبي فيها الزيتون، هيطلع برده معاكي زي الفل. المهم توظفي الحاجه اللي موجوده عندك. انا كده بالنسبه لي اللذيذه البيضه بنص المقدار اللي احنا عملناه طالعه معانا زي الفل. التشكيل اللي تحبيه اللي انت عايزاه. بسم الله. تعالوا دلوقتي كده نشكل البيتزايه بتاعتنا اللي هي خليه النحل ونحطها في الفرن، ولما نرجع من الفاصل نشوف هنعملها العجينه نفسها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصبح على ام مراد ونقول لها صباح الهنا. الو صباح الخير. صباح الجمال على عيونك، عامله ايه؟ الحمد لله انا وحشه، انت بحبك قوي والله. حبيبتي الله يسعد قلبك يا رب من كل شر، تسلمي لي. يا رب يخليك، انا متابعاكي على فكره من اول قناه ما نزلت. حبيبتي ما تحرمش منك ولا من متابعتك، يا رب تسلمي لي يا حبيبتي. يا رب يخليك. انا كنت عايزه طريقه عمل الحمصيه والسمسميه. عينيا الاثنين، اخلص العجينه اللي في ايديا وانزل لك المقادير بتاعتها. عينيا الاثنين يا ام مراد نورتيني. بصوا كده ادي العجينه، اسهل منها مفيش. قلت لكم لما ارجع من الفاصل هوريكم عملناها ازاي، بس هشكل واحط في الفرن عشان تلحق تستوي معانا. اهي هياخد الجزء ده كده، هيتفرد على قد الصينيه، ده اللي هيبقى الارضيه بتاعت البيتزايه بتاعتنا. طب الباقي هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن كور مقاس واحد. اهي نعمل كده، نجمع كده مع بعضه كده واحط. بسم الله، كله يبقى حجم واحد، ونركنهم على جنب وعليهم رشه الدقيق. ليه؟ علشان ما تنشفش معانا وتقشف. تسلم يا حمدي. بنجمع كده جوه بعضه كده، دي الكور اللي هي هتتحط على الحروف لخليه النحل. بسم الله. ونصبح على الحاجه هدى ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بألف صحه وسعاده يا رب تسلمي. وانت والكاست والموجودين معاك كلكم طيبين يا رب. يا رب اللهم امين، احنا وانت وجميع ما خلق الله يخليك يا رب. الله يصلح حالك يا رب اللهم امين. طيبه حبيبتي، تبقى الف صحه وسعاده. الله يخليك. كل عندي سؤال. اموري 10 اسئله مش سؤال واحد. اموري الله يخليك، تسلمي لي. عندي كيس شوفان بالقرفه. تمام. حسيت ان هو المفروض ده كنت اجيب الولاد احط اللبن. تمام. هم مش عايزين. تمام. بس انا مستخسراه. طيب هقول لك اعمل بايه تاني. هقول لك وصفه حلوه تعمليها. هتعملي بيها فراخ. تمام. هتعملي بيها فراخ، وبدل ما تحطي تقلبي، يعني احنا بنقلب البقص الفراخ مثلا، هتفرمي فراخ وتعمليها زي الكفته. تمام. وبدل ما تقلبيها، احنا بنقلب مثلا في بيض، في دقيق وبعدين بيض وبعدين بقسماط، صح كده؟ هي فصلت.
طيب حضرتك هتقلبي الصباع بتاع الكفته بتاعت الفراخ هتعمليها في دقيق وبعد كده تحطيها في بيض وبعد كده تقلبيها في الشوفان اللي هو بالقرفه. هتقلبيها فيه وهتقليها في الزيت هتطلع معاكي زي الفل، او تحطيها في صاج وترشيها ببخاخه زيت هتطلع برده معاكي زي الفل. انا جربتها بصراحه، بس جربتها بشوفان من غير قرفه، وهعملها لكم في مره ان شاء الله عشان في ناس كتير بتحب الشوفان. هنعمل بيه كفته فراخ ونعمل بيه نغلف بيه الصوابع الكفته ونسويه في الفرن، هنحمرها نفسها في الفرن. بصوا كده انا عملت كل الكور اللي فاضله كده، وفاضل عندي اللي هي العجينه الكبيره اللي انا قلت هفردها علشان احطها في الصينيه. بسم الله هعمل كده على دول علشان الوش بتاعهم ما ينشفش ويشقق مني، وهعمل دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل كده، ونصبح على رحمه ونقول لها صباح الفل يا رحمه. صباح الخير يا شفنونة. صباح الهنا والجمال عليكي يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله كويس. يا رب تكوني بخير دايما. اموريني اموريني. الحمد لله. قوليلي ليكي اي طلبات؟ لا شكرا، انا كنت بس بصبح على حضرتك. صباحك هنا وسعاده يا رب، ويجعلك يا رب دايما كده صباحك جميل زيك حبيبتي، نورتيني. بصوا بعمل ايه، فردت كده العجينه اهي على قد الصينيه دي، هتبقى القعده بتاعه البيتزا اللي انا عايزاها. طيب هعمل ايه دلوقتي، الصينيه اهي دهنت زيت في الجوانب وفي الارضيه دهنه حلوه كده بالشكل ده، واروح واخده العجينه بتاعتنا كده واعمل كده. بسم الله اهي كده، اجيبها لك الناحيه التانيه اهي. بصوا كده، ونصبح على ام علياء ونقول لها صباح الهنا. صباح النور. صباح الجمال على حضرتك. عليكم السلام، ازاي حضرتك عامله ايه؟ الله يخليك، انا بفكرك بيا، انا ام العروسه اللي طلبت عشا العروس. حبيبتي نورتيني، عامله ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيبه. وحضرتك بألف صحه وسعاده. والصف كله طيب وبخير يا رب، اللهم امين. حبيبتي الله يبارك لك يا رب، تسلمي لي. والله انا ليا عندك طلب. عينيا الاثنين اموري. العروسه الحمد لله والشكر لله الله قربت تولد، احنا عايزين بقى المغاد بس بطريقه بسيطه كده. عينيا وعايزين اكل السبوع بقى نواشف، عشان كل واحد ياكل في طبق لوحده. عينيا الاثنين. حضرتك فيه. عينيا الاثنين. عينيا. طب ممكن الاسبوع الجاي اللي هيهل علينا ده؟ بس وحياتك ابقي نبهي ان انت هتعملي عشان بس نبقى واخدين بالنا. عينيا الاثنين. عينيا الاثنين بس كده، ربنا يتم لها على خير يا رب باذن الله، وتشوفي عوض عوضها يا رب باذن الله وتفرحي بيهم. بصوا كده انا بعمل ايه، بصوا بعمل، ما تحرمش منك في حياتك يا منتي، دهنه بسيطه من الميه وبعمل كده ليه؟ علشان احط الكور بتاعت العجين، وبسيب بين الكوره والكوره، انا عايزه دي تلزق هنا فلزقتها بالميه، دهنه بسيطه جدا، وبسيب بين الكوره والكوره مسافه بسيطه علشان لما تدخل الفرن هيزيد حجمها، فهتبدا ان هي تلزق في بعضها. اهو بصوا بعمل كده واروح عامله كده مسافه بسيطه خالص بتتساب بين الاثنين كده. دهنه الميه اللي انا بحطها دي هي اللي هتلزق الكوره في العجينه. طيب نونا، هو احنا دلوقتي كده البيتزا خلصت؟ خلصت، بس احنا هنسوي على مرحلتين. يعني ايه هسوي على مرحلتين؟ يعني انا هجيب دلوقتي شوكه واغرز بيها الارضيه. خلوا بالكم من اللي انا بقوله، هجيب شوكه واغرز بيها الارضيه. ليه هعمل كده؟ علشان انا عايزه ادخلها الفرن تتشمع وبعد كده احط عليها الحشوه تستوي كده. انا ممكن كمان اضيق تاني، بصوا لما بقولها ضيق تاني وهشيلها عشان احطها جنب التانية، لزقت في العجينة، يبقى انا كده اخلي بالي ان انا الكرة اللي هحطها مش هتترفع دي. ماشي، علشان نحط الكورتين دول عشان حرام ان هما يترم. اهو ضيق كده بالشكل ده كده. طيب هعمل ايه دلوقتي، الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 200 درجة حرارة 200، وهعمل كده. ليه التخريمة دي؟ علشان الجزء بتاعي ما يقبش.
العجينه بتاعتي فيها خميره وفيها بيكنج باودر، مجرد ما تخش الفرن الكور ديت هتبدا ان هي تتخمر وتزيد معايا في الحجم. طب ما هو برده الخميره العجينه اللي في الارضيه نفس النظام، ما هو المفروض ان هي برده هتزيد في الحجم، فلو عليت هتلزق في الكور، وانا مش عايزه حاجه زي كده تحصل، انا عايزاها تطلع لي مظبوطه. فعلشان تطلع لي مظبوطه هعمل ايه؟ هروح عامله كده علشان ما تقبش وتفضل ان هي في مكانها، اهي كلها تخريمه اهي، وهحطها في الفرن حوالي قد ايه؟ يعني 10 دقائق كده، من 8 ل 10 دقائق يا دوب ان هي تتشمع. واروح مطلعاها دهنه اسفه، واروح مطلعاها حاطه في الارضيه الحشوه، وادهن الوش الاول الكور بتاعتنا دي بمعلقه حليب ومعلقه زبده، مش عايزه اكتر من كده. هحطها في الفرن على درجه حراره 200. نكلم مين يا رغده؟ ونصبح على ام محمد ونقول لها صباح الهنا. صباح الخير يا شيف نونه. صباح الجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ مع حضرتك اموريني. بقول لحضرتك ايه؟ اموريني. شوف يا شيف نونه، انا بعمل الكيكه 4 كوبايات دقيق. تمام. وصلت؟ طب حاولي تكلميني تاني يا ام محمد. طيب نورتيني يا حياتي باتصالك. تعالوا نطلع فاصل، هرجع من الفاصل نكون لمينا الدنيا دي، واكون طلعت الصينيه بتاعتنا حطيت فيها الحشوه، ونرجع نعمل العجينه علشان نشوف الملمس بتاع العجينه هياخد معانا قد ايه، وهل هياخد معانا ميه كتير او هياخد ميه قليله، وده طبعا احنا عارفين ان هو بيرجع لنوعيه الدقيق نفسها. شويه صغيرين راجعين، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم. ورجعنا من الفاصل، تعالوا كده، انا قلت لكم هعمل ايه في الفاصل؟ قلت لكم يا دوب العجينه ان هي تتشمع، واروح مطلعاها حاطه الحشو ودهنه الكور بتاعت الخليه ببيض وحليب، او بيض ومعلقه زيت، او بيض ومعلقه زبده، او حليب وزبده، حليب وزيت زي ما انتم عايزين، وحطيتها كلها على بعضها في الفرن زي ما انتم شايفين كده. اللي في النص دي الحشو عباره عن ايه؟ عباره عن بسطرمه، عباره عن زيتون، عباره عن فلفل اخضر وفلفل احمر، ميكس جبن. عايزه ايه تحطي مكانها؟ اللي موجود عندك في التلاجه، بواقي التلاجه كلها جمعيها، وممكن تحطيها، ممكن تعملي بدل الصينيه الواحده 2 و3 و4 زي ما انت عايزه. هنسيبها بقى تكمل سواها ونيجي نشوف دلوقتي العجينه. ما استاذنك يا حمدي، مقادير العجينه تنزل تاني. تسلم لي عيونك يا رب. مقادير العجينه بتاعتنا اللي عملنا منها خليه النحل البيتزا بتقول ايه؟ او بيتزا خليه النحل. العجينه عباره عن 4 كوبايات من الدقيق، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ربع كوبايه سكر، معلقه كبيره من الخميره، نص كوبايه حليب، تلت كوبايه من الزيت، معانا بيضايه، معلقتين كبار من الزبادي، معلقه صغيره من الملح، وميه دافيه. زي ما تعودنا مع بعض دايما ان احنا لما بيكون في العجينه ميه دافيه في الاخر، او ميه دافيه للعجن، معنى كده ان ده بيدينا مؤشر ان العجينه كلها مكوناتها تتحط في العجان، وننزل بالميه الدافيه واحده واحده. تاني، ادام حطينا في المكونات اخر حاجه ميه دافيه للعجن، يبقى ده بيدينا مؤشر على طول كده اوتوماتيكي ان احنا نروح حاطين كل المكونات في العجان، نخلطها كويس الاول وبعد كده ننزل بالميه شويه شويه علشان تلم لنا العجين. طيب لو احنا حاطين فوق دقيق حسب الحاجه، كلمه دقيق حسب الحاجه، يبقى برده اوتوماتيكي كده ان احنا بنحط المكونات كلها الاول، السوائل سواء زيت سواء زبده سواء بيض، ايا كان المكونات ايه هي، وبعد كده بننزل بالدقيق شويه شويه لحد ما تلم العجينه. نخلي بالنا من حاجه زي كده علشان تطلع معانا عجينه مظبوطه. طيب دي كده العجينه بتاعتنا مكتوب فيها ميه دافيه للعجن، يبقى معنى كده ان احنا هنحط كميه الدقيق كلها. بسم الله. وعلى حسب بقى ما يسحب مننا الدقيق، ممكن الدقيق اللي انا هستخدمه ممكن يسحب مني كوبايه ميه، حد تاني هيستخدمه ممكن يسحب نص كوبايه، ممكن يسحب كوبايه الا ربع، بيبقى على حسب نوع الدقيق وبيختلف من مكان لمكان. كده المكونات بتاعتنا كلها هننزلها واخلطهم كويس الاول مع بعض، وبعد كده اروح نازله بالميه الدافيه شويه شويه، وتكون دافيه ما تكونش من الحنفيه علشان ما تاخدش وقت جامد جدا في التخمير، وفي نفس الوقت ما تكونش سخنه قوي علشان ما تقطعليش الخميره وتبدا بعد كده ان هي تموت لي الخميره وما تخمرش معايا. وافضل حاجه علشان لو الخميره
موجوده عندنا في الثلاجه بقالها فتره واحنا مش عارفين اذا كانت الخميره دي نشطه ولا بايظه ولا جرى لها ايه. بنروح حاطين معلقه سكر مع نص كوبايه من الميه الدافيه وبنحط فيها معلقه الخميره وبنقلبها وبنسيبها على جنب شويه. خمس دقائق كده وبتلاقيها بدات تتفاعل، بدات ان هي تزيد وتتخمر، معنى كده ان الخميره بتاعتنا نشطه وزي الفل. ما لقيتهاش اتنشطت في وقتها يبقى الخميره بتاعتنا بايظه، والحمد لله ان انت عملتي كده في الاول علشان ما تبوظيش العجينه والمقادير كلها تترمي. بسم الله نعمل كده، نخلط ده كله الاول والميه الدافيه عندنا اهي ونشوف هتاخد قد ايه. بسم الله. نزلت بالميه بتاعتنا شويه شويه، كنت زي ما لاحظتوا كده ان انا كنت بنزل اكني بحط معلقه معلقه. ليه بنزل بالراحه كده؟ علشان ما انزلش مره واحده، شويه كتار وارجع بعد كده الاقي العجينه مسيله معايا ومحتاجه ان انا ازود دقيق. فرضا هم الاربع كوبايات اللي عندي وما عنديش دقيق تاني، يبقى انا كده احتست ومش هعرف اعمل ايه. هضطر اركن العجينه لحد ما اشوف حد يجيب لي دقيق. لا ده ما ينفعش، يبقى هننزل بالميه معلقه معلقه او شويه شويه صغيرين شويه صغيرين كده اهوت لحد العجينه ما تلم. طيب العجينه لمت معايا، بسم الله، بصوا كده لمت معايا وكل حاجه. بس انا حصل خير، لمت معايا وكل حاجه. بس بصوا سيبوكم التلزيقه دي، التلزيقه دي هتروح. اللي هتروح امتى؟ لما العجينه تتعجن معايا شويه. بصوا مقطعه ازاي، بصوا وطريه وكل حاجه وفيها تلزيقه بسيطه اهي. طب التلزيقه دي مش محتاجه شويه دقيق يا نونا؟ لا مش محتاجه شويه دقيق. العجينه دي هحطها في العجين هتتعجن شويه، هنلاقيها لمت ونعمت وبقت زي الفل، ولا هتحتاج حبه دقيق تانيين ولا هتحتاج حاجه، ومش هيبقى فيه التقطيعه ولا هيبقى فيه التلزيقه اللي احنا شايفينها بايدينا دي. هعمل كده واشغل عليها على الهادي واغسل ايدي ونيجي نشوف مقاديرنا اللي مطلوبه مننا عباره عن ايه. طيب نصبح على هبه ونقول لها صباح الهنا. الو الو صباح الفل يا هبه. صباح النور. صباح الجمال على عيونك، عامله ايه؟ الحمد لله طول ما انت كويسه انا كويس حبيبتي، ما تحرمش مني. كل سنه طيبه وانت طيبه بألف صحه وسعاده، وكل اللي مع حضرتك طيبين، كل سنه وانتم طيبين. حبيبتي يا رب تكون عند النبي يا رب. يا رب اللهم امين. وانا بتصل بس عشان اصبح على حضرتك واسمع صوتك واقول لك كل سنه وحضرتك طيبه. صباحك هنا وسعاده وانت طيبه وبصحه وسعاده يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. نورتيني يا هبه باتصالك، ما تحرمش منك. بصوا كده. ما انا عارفه، بس انا عايزه لا انا هلفها لفتها كمان. هو انا يعني هو انا سايباه، بس انا عايزه يعني لفتها علشان في جزء يعني اتحمر زياده وجزء فاتح، فانا عايزه كله يبقى تسويه واحده. لكن هي من جوه يا حمدي تمام، تسويتها تمام من جوه. هسيبها تاخد اللون الحلو كمان من هنا، والجبن اللي جوه صحت اهي ما شاء الله عليها، تاخد اللون الحلو هي كمان، ونشوفها بعد ما نشوف المقادير اللي هتنزل. استاذ اسماعيل متهيألي يا رغدة، استاذ اسماعيل طلب معانا اللانشو، عايزه مقادير اللانشو اللي هي الاقتصادي او اللي هو بزيتون بس تنزل لنا، وهنزل له كمان اللي هو بالفراخ. بصوا التلزيقه خفت لما اتعجنت شويه، التلزيقه خفت ما بقتش تلزق زي الاول، معنى ان انتم لقيتوها بتلزق مش معنى كده ان هي عايزه دقيق. لا اعجنوها الاول تاخد براحه في العجين وبعد كده نشوف هي محتاجه ايه. اللانشو اللي هو الاقتصادي اللي بالزيتون مقاديرنا بتقول ايه يا رغده؟
ست بيضات، ست حبات جبنه مثلثات، 8 معالق كبار من الدقيق، نص كوبايه من الزيت النباتي، 4 مكعبات مرقه دجاج او مرقه فوريه، زيتون اسود واخضر مخلي، ده هنحطه في الاخر خالص، لون احمر يا دوب ان هو ننزل نقطه نقطه لحد ما توصل لدرجه اللون اللي احنا عايزينها، معلقه صغيره حبهان بودر، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره توم بودر، معلقه صغيره بصل بودر، والمعلقه الصغيره الفلفل الاسود الحب، دي هتتساب للاخر خالص عشان هنديها جرشه ونقلبها مع الخليط. كل المكونات بتتحط في الخلاط ما عدا الزيتون والفلفل. اتضرب كل المكونات مع بعضها، حطيتهم في بوله، حطيت الزيتون علشان يبقى سليم، عايزاه مفروم او عايزه حضرتك مفروم، يبقى هنحطه في الخليط معاهم في الخلاط. وبعد كده بروح جرشه الفلفل، اديله تكسرتين كده في ظهر السكينه، يا دوب بيتكسر، مش عايزه مش مشكله، مش ممكن ما تحطوش خالص. وبعد كده بكون حاطه حله على الميه، او حله فيها ميه على النار بتغلي، واروح جايبه قالب انجلش كيك اصب فيه الخليط، بس بكون مغلفه القالب بالاسترتش كذا طبقه علشان لما احط الخليط ابدا ان انا الفه بكل سهوله. لفيته في كذا طبقه من الاسترتش، وبعد كده بروح رفاهم في طبقتين ثلاثة من الفويل، واقفل من الجنب واحكم القفله كويس قوي. الميه بتاعتنا على النار، حطيت الكوز بتاع اللانشون، احط غطا اصغر من الحله علشان يبقى ضغطه لي تحت عشان التسويه بتاعته تبقى تمام وزي الفل. تمام، معانا كمان لانشون الفراخ بالبسطرمه، هايل وطعمه في منتهى الجمال. طيب، محتاجه صدور فراخ مفرومه تتفرم كويس قوي قبل ما تتحط في الكبه مع باقي المكونات، يعني نفرمها ناعم قبل ما نحط بقيه المكونات معاه. هحتاج لها كمان ايه؟ بضايه وابيض بيض، معايا بسطرمه قطع، عايزه تحطيها شرايح سليمه كده يبقى تحطيها بعد الخليط ما يتعمل، عايزه تحطيها وتتفرم وتمشي في العجينه يبقى زي ما انت عايزه. بسم الله ما شاء الله. ومعاهم كمان ربع كوبايه دقيق، ومعانا زيت، الزيت دوت مش هتحط في المقادير، لا ده احنا هنلف بيها وهنغلف بيه اللانشون. معايا بصل بودر، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوم بودر، وملح وفلفل ابيض. فلفل ابيض ليه؟ علشان ما يبقاش ان هو مغمق لنا الفراخ ويطلع زي ما بنجيبه من بره. بخلط كله كويس جدا 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 في الكبه، وبعد كده بروح ماسكاه منزلاه دهنه ايدي زيت، واروح منزلاه خالص واغلفه بالزيت. عايزه اعمله كوز لانشون زي اللي عملته في اللانشون الاقتصادي اللي هو العادي، كان بيها هيستوي نفس التسويه وهيطلع لنا مدور زي الفل. طيب، لو انا مش عايزه التسويه اللي هي في الكوز دي يا نونا، وانا هعمل لانشون الفراخ بس، اعمل ايه؟ ممكن ان احنا نسويه في قالب الانجليش كيك المربع في الفرن. بجيب صينيه مربعه او مدوره واحط فيها ميه سخنه، واروح حاطه فيها القالب الانجليش كيك وبدهنه زيت كويس جدا، وبروح حاطه فيه الخليط بتاع اللانش. بظهر معلقه بدهنها زيت، وببدا ان انا اساوي الوش مش بايديا علشان صوابعي ما تعلمش في اللانشون اللي انا بعمله. بظهر المعلقه وانعم خالص كده اهوت، وادهنها زيت وانعم خالص، وبعد كده بروح حاطاها في الفرن على درجه حراره 180، بس بقفل ده كله فويل. بيعدي النص ساعه وبختبره زي الكيكايه بالظبط، بعود خله من النص، طلع نضيف يبقى تمام وزي الفل. اطلعه يبرد خالص، احطه في الثلاجه لما يبرد كويس جدا، وابدا اقطعه شرايح. صحتين وعافيه على قلبكم. لقيت ان هو لسه العود الخله اللي طلع لسه فيه خليط، بسيبه جوه واقفل فويل تاني، واسيبه جوه حوالي 5 دقائق او 10 دقائق يكمل التسويه بتاعته، وصحتين وعافيه على قلبكم يا رب. طيب، عايزه بقى اوريكم العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما اتعجنت كويس، بسم الله، بصوا تلزيقه بسيطه خالص، ما بقتش زي التانيه اهي. بعمل ايه؟ دهنه زيت في البوله اللي هي بتاعت العجان او في اي بوله بره، واروح حطها واروح دهن عليها دهنه زيت، واقفل واسيبها تخمر براحتها خالص براحتها خالص. ايه هي التلزيقه اخف من الاول بكتير، بس مطلوبه التلزيقه مطلوبه، بس تبقى خفيفه بالشكل ده كده، ما تبقاش ان هي ايدك ماسكه فيها على طول. بتخمر، وببدا ان انا زي ما عملت قدام حضراتكم كده، ببدا ان انا اقسم العجينه كور صغيره على قد مقاس الصينيه اللي انا هشتغل بيها، وبعمل في الارضيه جزء من العجينه، وادهن الصينيه زيت كويس جدا، وبروح حاطه فيها القرص بتاع البيتزايه. ببدا ان انا احط الكور، بس بدهن قبلها ميه علشان تلزق في العجينه وكلها تبقى حته واحده، وابدا قبل ما ادخلها الفرن 10 دقائق تتسمع، بروح مخرمه النص بالشوكه علشان ما يقبش معايا ويبقى اكني باكل فطيره، لا النص يتخرم، يدخل 10 دقائق اتشمعت كلها، طلعتها، حطيت الحشوه، دهنت الكور زي ما حضراتكم شايفين كده، بيض وحليب، بيض وزيت، اسفه، حليب وزيت، حليب وزبده، حليب وقهوه سريعه الذوبان،
زي ما انت عايزه. عايزه تدهنيها ميه بس برضه هتحمر معاكي زي الفل، لان هي فيها المكونات اللي فيها البيضايه والزبده هيخلي الوش بتاعها يحمر. بتطلع بالشكل ده كده، وصحتين وعافيه على قلبك يا رب. طيب عملنا ايه بقى النهارده؟ عملنا الخليه البيتزا خليه النحل، وعملنا كمان اللذيذه ثلاث الوان، البيضه زي ما حضراتكم شايفين كده، معانا اللي هي البرتقاني ومعانا البني. حته التشكيل دي بترجع لحضرتك، مدوره مربعه زي ما انت عايزه. بنشكل وهي سخنه، العقد او العود بتاع العسل بتاع اللذيذه بيبقى اخف من الفوليه والحمصيه. حمدي في حبيبتنا اتصلت وكانت عايزه طريقه الحمصيه والفوليه، ممكن عشان ما بس عشان لما تيجي ان شاء الله. الحمصيه هم كلهم واحد لام مراد، اديني بس العقد بتاعهم، اديني العقد بتاعهم يا رغد. ماشي تمام، انا عايزه بس احاول ان انا اطلع لكم حته من دي. هي عايزه حمصيه وسمسميه ولا فول؟ مش عايزها، عايزه سليمه سيبايا. طيب قولي لي. تمام، هي مع رغده. طيب الحمصيه كانت مقادير الحمصيه معانا ايه؟ كيلو حمص، معايا ام مراد ورقه وقلم مكتبي معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، خلاص ماشي. مقادير الحمصيه: كيلو حمص، ربع كيلو سكر، ربع كيلو عسل جلوكوز، وميه معلقه كبيره ميه ورد، وزيت للفرد. طيب بعمل ايه؟ الحمص يكون سخن بس ما بيتحمرش، ما بيتحمرش زي السوداني والسمسم، لا يا دوب ان هو يبقى سخن بس ما ياخدش لون، سخن بس ما ياخدش لون. طيب سخنا الحمص، ويفضل ان هو يكون العقد بتاع العسل شغال والحمص الناحيه الثانيه، او تحطيه في صاج وتحطيه في الفرن وكل شويه تقلبيه برده علشان ما ياخدش لون. طيب العقد بتاع سواء السمسم او الحمص او الفول بنعمل ايه؟ بنحط السكر ويا دوب ميه تغطي السكر، واروح لفاه كده علشان يدوب معانا، واسيبه على النار. مجرد ما يبدا يغلي اروح حط عليه العسل الجلوكوز. بدا ان هو يغلي بشوفه كل شويه، يعني اعدي مثلا 10 دقائق كده او 8 دقائق، ويكون عندي بوله فيها ميه ساقعه قوي او ميه بتلج، واروح واخده معلقه ومنزلاها في الميه اللي هي بتلج. بدا ان هو يتبلور معايا ويديني خليط تقيل شويه، ابدا ان انا امسكه ويتكور معايا بسهوله، معنى كده ان العقد بتاعي او العود بتاعي بقى تمام وزي الفل. بروح شايلاه حط عليه ميه الموارد ويكون الحمص السخن، واقلبه مع بعض. صاج او صينيه مدهونه زيت اروح فرد على طول بايدي وهي فيها زيت، ادهنها زيت، او لو مش بايدي يبقى دهنه زيت في النشابه، وافرد واربعهم كويس قوي، واحدد بالسكينه، احدد بس بالسكينه، واسيبها لما تبرد، وبعد كده اروح ماشيه مكمله على التحديده دي بضغطه كده اهوت، ما ماشيش بالسكينه بالطول كده، لا بمقطع او بالسكينه واكسر، يعني احط واضغط احط واضغط، هتلاقيها كسرت معاكي على نفس التحديده اللي انت عاملاها. بتسيبيها تنشف، ممكن تغلي فيها زي ما قلت لحضرتك سواء السمسم او الحمص او الفول. الطريقه واحده، الفرق بين الثلاثه ان الحمص ما بيتحمص، لكن الفول السوداني اللي هو الفوليه والسمسميه لازم يتحمصوا ويبقى لونهم غامق شويه، ما يبقوش نيين، علشان يدوك العقد المظبوط او يدوك الطعم المظبوط زي ما بنجيبها من بره. عينيا الاثنين، حاضر. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم. عملنا لذيذه بثلاث الوان بتوعها، عملنا خليه بيتزا خليه النحل بطريقه سهله وبسيطه بنتيجه مضمونه، وعجينه سهله جدا وبسيطه. بكره ان شاء الله عندنا ايه؟ عندنا حلقه سي فود مختلفه شويه، بس عايزه اقول لكم على حاجه، في ناس كتير قوي تحب تتجمع على حلقة على أكلة سمك، وطبعا مفيش أفضل من يوم مولد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، دي تجميعة حلوة إن هم يتجمعوا وياكلوا حاجة هم بيحبوها. فالنهارده فبكره إن شاء الله حلقة سمك، حاجات ما عملناهاش قبل كده وحاجات مختلفة شوية عشان نكسر الروتين التقليدي. لما نيجي نقول حلقة سمك، يا إما جمبري مشوي، يا إما جمبري مقلي، يا إما سمك بولتي، يا إما بوري مشوي، يا إما سمك زيت وليمون، لا بكره هنعمل أنواع سمك مختلفة إن شاء الله بإذن الله تعجبكم وتنور رضاكم. أسيبكم بقى على خير وأشوفكم بكره على خير. اللي فاتوا أي حاجة من حلقة النهارده بيقدر يتابعنا في الإعادة الساعة 10 بالليل إن شاء الله. يتجدد لقائنا بكره الساعة 10 الصبح مع حلقة جديدة من بلدي وكان معنونة على شبكة قنوات بي إن سي، أقوى قناة طبخ في مصر. أسيبكم أشوفكم على خير وأسيبكم على خير، وأقول لكم السلام عليكم.